أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الأسبوع 13 من الفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أذكر أن المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة هو المنظور، فكل شاعر يعبر عن وجهة نظره في موضوع أو قضية تستهويه، وهذا ما سندرسه في وحدة فن الشعر وهي بعنوان قيثارة الفؤاد. قلنا أيضا مدى ارتباط القيثارة بموضوعات الوحدة. أما المفهوم ذو الصلة هو التعبير عن الذات النوع الأدبي، فكل شاعر يعبر عن ذاته وعن وجهة نظره كما قلنا من خلال أبيات شعرية يرويها لنا تتضمن موضوعا معينا. أما السياق العالمي هو التعبير الشخصي والثقافي، فلسفات وطرق الحياة. سنقوم هذا الأسبوع إن شاء الله بالتطرق إلى قصيدة في القدس للشاعر تميم البرغوثي. أذكر أعزائي الطلاب أننا قمنا بتحليل عدة قصائد منها إلى طغاة العالم وقصيدة أمي ومن حكم الشافعي. هذه هي القصيدة الرابعة وهي قصيدة في القدس، حيث سنقوم بدراسة مفرداتها والصور والتشبيهات الفنية الموجودة فيها، ثم سنتطرق إلى الغرض من هذه القصيدة، وبعد ذلك سنقوم بمقارنتها بعد أن قمنا بالتطرق إلى أسس المقارنة بين قصيدتين لكتابة مقارنة بينها وبين قصيدة إلى طغاة العالم. أما الموضوع الآخر الذي سنتطرق له خلال هذا الأسبوع هو القاعدة الكتابية حروف تنطق ولا تكتب، حيث نعلم أن هناك مجموعة من المفردات تنطق فيها ألف مثلا ولكننا لا نكتبها، والمعروف بذلك أن أسماء الإشارة هي من تناسب هذه القاعدة، فنقول هذا كما نقول هذه، هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث، هؤلاء. لاحظ أننا أثناء النطق نقوم بنطق ألف قصيرة ولكننا لا نكتبها، بعضكم ما زال يقع بمثل هذه الأخطاء الكتابية، لذلك سنقوم بمراجعتها علما أن هذه القاعدة الكتابية موجودة في كتاب المهارات الوزاري كتاب الطالب، وقد قمت بتفصيل رقم الصفحة. كما سنقوم بالإجابة عن أسئلة هذه القاعدة لتقوم بتقييم نفسك وفهمك لها. أذكر أعزائي الطلاب بأننا سنقوم بمهمة تدريبية الأسبوع القادم وهي مقارنة بين قصيدتين، حيث سنقوم بالمقارنة بين قصيدة إلى طغاة العالم وقصيدة في القدس، وأذكر بأننا عند إجراء المقارنة نبدأ بكتابة مقدمة عن فن الشعر، ثم عن الموضوع الذي سأقوم به، ثم ماذا سأتعرض له في المقال. ستقول أنني سأقوم بالمقارنة بين قصيدة كذا وكذا. ستبدأ بالفقرة التالية بالحديث عن التشابه بين العملين، ثم الاختلاف بين العملين، ثم ستستنتج الخلاصة وتبين رأيك، خلاصة القول ورأيك بالعملين وأيهما فضلت وماذا تعلمت. أذكر بهذا لأننا سنقوم بالكتابة التدريبية الثانية كما قلت وهي المقارنة. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية للاستفادة مما وضع لك من أنشطة ومصادر وفهم الدرس بطريقة أكبر، وأذكر بضرورة الرجوع إلى أقرأ بالعربية والقيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك، كما أذكر أيضا بوجود صفحات في مادة التربية أو الدراسات الاجتماعية أقوم بتخصيصها وماذا تطرقنا له في هذا الأسبوع، فأذكر أيضا بضرورة الرجوع ومعرفة العناوين والتطرق إلى المربع الأخير في كل صفحة وهو
ماذا سنفعل في الحصة القادمة؟ كانت هذه أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.